له على حالي الكريم وباذن الله يرجع للملعب، مستمرين معاك وتغطيه لمراسم تتويج النادي الاهلي بالدرع رقم 42. ابطال افريقيا مستمرين معاك يا كابتن ايمن ومع كل جماهير النادي الاهلي. الاهلي عمره ما بينسى اللي اخلص للنادي الاهلي في يوم من الايام، واحد من اللعيبه اللي اخلصت على مشوارها على مدار مشواره مع النادي الاهلي لحتى لاخر يوم. كابتن احمد برحب بيك وبقول لك مشوار طويل النهارده، لحظه من اصعب لحظات حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. صعبه طبعا، القرار كان صعب جدا بعد 12 سنه في النادي، من حاجات حلوة وبطولات وحاجات صعبة علينا، وبقول الحمد لله طبعا. أولا وأخيرا بشكر ربنا على الفترة اللي قضيتها موجود في النادي، من أحسن فترات حياتي طبعا، الحمد لله والفضل لله طبعا. أولا وأخيرا بشكر كل الناس اللي ساعدتني، من جمهور عظيم كان ورايا دايما، عمره ما خذلني، عمره ما خذل النادي. بشكر كل الادارات، بشكر كل المدربين اللي اتعاملت معاهم، بشكر اللعيبه اللي لعبت معاهم قبل كده واللعيبه دلوقتي، بشكر كل الناس و بقول لهم شكر ليكم والفضل ليكم بعد الله. كان كل حاجه كان موضوع 12 سنه كانت صعبه، لكن الحمد لله رب الواحد كان ربنا موفقه وتوفيق كبير اللي هو يطلع بالشكل دوت. بقول للجمهور عمري ما انساكوا وتفضلوا في ظهر النادي على طول، انتوا سند للنادي دوت، وناس هتروح وناس هتيجي وناس هتبطل، دي سنة الحياة وهي دي الحياة أصلا الطبيعية. لكن في الآخر أرجو إن أنا ما كنتش زعلت حد وما كنتش قصرت في أي حاجة، موجود انا موجود في النادي، وبتاسف اذا حد زعلان مني او زعل مني بس. والتوفيق للنادي وتوفيق في بطوله افريقيا، وان شاء الله الواحد يكون موجود ان شاء الله ويساند النادي في الماتش النهائي، وربنا يكرمهم ان شاء الله يا رب. اختلف او اتفق احد، لكن الجميع اجمع ان احمد فتحي لعيب مخلص بيلعب لاخر ثانيه ولاخر دقيقه، ودي مثال بنقولها لكل اللاعبين. لا والله ما مش ده لازم، ده واجب في الاخر، ده الوضع الطبيعي اللي لازم كل الناس تعمله، مش شرط انا او اي حد، لكن الطبيعي اللي لازم تكون مخلص في عملك، لازم تجتهد، لازم تراعي ربنا في شغلك. في الاخر النادي ده بيديك حاجات كتيره، والنادي هنا بيعمل لك حاجات كتيره، ففي الاخر لازم انت يبقى في مقابل للي بيحصل دوت. في الاخر ده زي ما انا قلت لك، هو توفيق من عند ربنا في الاخر اولا واخيرا، الفضل كله والشكر لله. اتمنى التوفيق للنادي وفي في 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 الماتش اللي جاي بتاع نهائي افريقيا، وربنا يكرمهم وناخد البطوله ان شاء الله، ويكون بطوله سعيده عليهم ان شاء الله بعد فتره كبيره جدا ما خدناش البطوله ان شاء الله. احمد بشكرك وبتمنى لك التوفيق. شكرا شكرا. امين. كابتن ايمن.